بعيدا عن السياسة ومشهد البلاد المتأزم في الوقت الراهن، فإن حياة المواطنين لم تتأثر حتى الآن ولا تزال تسير بشكل طبيعي. ففي بلاد الرافدين هناك حرف ارتبطت بتاريخه الشامخ وأصبحت تعبر عن عمق وأصالة هذا الشعب. فبجانب التمور في العراق، النخيل تتيح موردا معيشيا للبعض من بسطاء العراقيين من خلال صناعات حرفية يبدع صناعها في تصميم بعض الأمور وفقا لاحتياجات المواطن. والله احنا نصنع الكراسي، نصنع القنفات، الاقفاص الدجاج، يعني شنو اللي ينطلب عندنا نشتغله. فالناس اقبال الها كودن، هي شغله تراثيه فد مصلحه، شلون نقول يعني الها تاريخها. حرفة لم تكن وليدة الأمس القريب، بل الذي يعمل فيها ورثها عن آبائه وأجداده منذ عقود، إلا أن تراثها وبساطة صناعتها ومقاومتها للظروف المناخية جعلها محط أنظار الكثير من أصحاب المحال التجارية والمقاهي. ذن المقاعد القديمة يعني أحسن من باقي المقاعد، يعني هاي شوية قوية نازكة، يعني ناس تقعد عليها شوية أقوى، يعني استخدامها أكثر، يعني لا تتكسر لها، يعني ايه الشباب اكثر شيء ترغب اياه. يعني نشتغل، والله احنا صار لنا فتره طويله ويا والدي الله يرحمه، خدناها عن والدي، تعلمناها من عنده، وذول ولد اخويا يشتغلونها وياي. فقلت لك يعني هي صار لها فتره طويله يعني زين، واكو اقبال عليها المواطنين، يعني يشتروها لان منظرها شويه حلو، مال الحدائق او شلون نقول للقهاوي او للبيت، اي للمضيف اكو ناس هم تستعملها يعني. أما الأدوات التي تصنع من خلالها تلك المقاعد وأقفاص الطيور فضلا عن الحصير، فإنها لم تكن ذاك المعمل الحديث، فاختصرت على هذه الآلات وسعى في النخيل. من نقصها لازم ننظفها، نقشرها، شلون عندنا هذا ننظف، بنستخدم هاي سكينة، نسميها احنا بشغلنا سكينة، ننظف بيها. وراها عندنا شلون يعني إذا أريد نزرفها لازم قبل ما نزرفها نخلي إشارة حتى يطلع زرف على زرف متطابق، ما يصير عندنا اختلاف بالإشاير مالتهم يعني. فعندنا هذا مثل إحنا معلم بشغلنا، هذا إحنا نزرف نيشنها به حتى نجي على أخير مرحلة اللي هو نزرفها. الخوصيات أو السعفيات كما يسميها أصحاب هذه الحرف تجمع ما بين عبق شذا الماضي الجميل والتراث العراقي الأصيل، حرص ممتهنوها على الحفاظ عليها حتى أمست فنا يدرس في كليات ومعاهد الفنون الجميلة في البلاد. وبالرغم من وجود أثاث متطور في البلاد، إلا أن المواطنون لا زالوا يعتمدون تلك الصناعة في عملهم لارتباطها بتراث العراق القديم ومقاومتها الشديدة للظروف المناخية. من العاصمة بغداد، أحمد العبودي، قناة بلادي.